أرى البشرى في وجهك يا أمير المؤمنين. ألا تهنئوني وتباركون؟ بماذا يا أمير المؤمنين؟ صهرت إلى بيت رسول الله وتزوجت أم كلثوم بنت علي. وأكرم به صهرة، قد جمعت النسب والصهرة من بيت رسول الله. وذاك؟ ألا تؤدب لأصحابك يا أمير المؤمنين ثريد ولحم؟ أعني ثريد الثريد، ثريد اللحم والمرق، لا ثريد الخبز وزيت الذي أحرق بطنك، حتى قلنا إن لم يرفع الله المحلة هلك أمير المؤمنين. أنت أدخل يا هذا، هل استأذنت لنا أمير المؤمنين؟ هل أخترته بحضورنا؟ كيف لا أفعل؟ ولكن اصبروا حتى يأذن لكم. ولكن هذا الرجل المجهول الذي أدخلته قد جاء بعدنا، وكذلك الذي كان قبله. أنا على أمر أمير المؤمنين. نفد صبري وأني خارج، فإن شئت فالحق بي. لم أراك اليوم قط. يأذن لهؤلاء الذين كانوا عبيدنا ويتركنا على بابه. استغفر الله يا أبا سفيان، ولا تذهب حسناتك بعد أن من الله علينا بالإسلام وأذهب عنا نخوة الجاهلية وحميتها. وأنت يا أبا سفيان كان لك بلاء في اليرموك، فلا تترك للشيطان عليك سبيلا. استغفر الله، استغفر الله. أما والله إني وجدت في نفسي شيئا مما رأيت، ولكني غلبت نزغ الشيطان. وهؤلاء الذين كانوا عبيدا لم يتقدموا علينا إلا بقدمهم في الإسلام، فقد اكتسبوه حقا وعدلا. فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ الآن وجبت. ما الذي وجب؟ أسير إلى الشام فأكون مع ولدي أبي جندل، فهي أرض رباط، حتى يجعل الله آخر عمره خيرا. ألا تراجع رأيك يا أمير المؤمنين؟ قد عزلت الرجل أول عهدك عن إمارة جيوش الشام، وصدع بأمرك، وأطاع أبا عبيدة، ولو كان غير خالد فلربما أظهر شرا، ولكن بلاءه بعد عزله لم يكن دون بلائه وهو الأمير، فكان له السهم الأكبر في فتح دمشق، ثم في سائر الشام، وهو الذي فتح قنسرين، فولاه أبو عبيدة عليها، ولم تعترض. بلى، وقلت يومئذ رحم الله أبا سليمان ولا نفسه ببلائه، وما ذكره أبو عبيدة عندنا إلا بخير، فالآن تعزله كرة أخرى عن ولاية قنسرين. أخشى أن توغر صدر الرجل وبني مخزوم، يقولون ما بال عمر يتتبع عورات صاحبنا. ما أنا بالذي يتتبع عورات أحد، ولكني أمضي فيه على سنتي مع عمالي وولاتي، لا أفرق بينهم ولو كان أحدكم. وإني أمرته كما أمرت غيره أن يحبس هذا المال على ضعفة الناس،
ولا يؤثر به ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، فما باله وقد عاد بتلك الغنائم من بلاد الروم يقصده الأشعث بن قيس الكندي وقوم من ضربائه، فيجيز الأشعث بعشرة آلاف ويخالف بذلك أمري؟ أفما كان يرجع إلى أبي عبيدة أولا في الأمر وهو أمير الشام كلها، أو يرجع إلي؟ ولكن هكذا خالد يعمل برأيه ولا يألو. ما تدري، لعل لرأيه وجهة. يبسط لي أولا، فإما أجزته وإما نهيته. قد بينت للناس طريقتي منذ وليت عليكم، فمن شاء أن يعمل عملا لي فليعمل بما آمر به أو فليدع. لا تأسوا يا أبا سليمان، فإنما الدنيا معاش، وإن مغارم الإمارة أكثر من مغانمها، وأنت عندنا على ما أنت عليه من القدر والمنزلة، وما عند الله أعظم إن شاء الله. ولا يزال المسلمون إلى آخر الدهر إذا ذكروا فتح العراق والشام يذكرون سيف الله وبلاءه العظيم، فما من مسلم يعيش في هذه الديار إلا وفي عنقه دين لك. كما قلت يا أبا عبيدة، ما عند الله خير وأبقى. رأيت رأيا ورأى عمر غيره، وكنت شاهدا وكان غائبا، وهو أمير المؤمنين. ألا تقيم عندي في دمشق؟ أمير المؤمنين استعملني على الشام، ثم رضي مني ورضيت منه بقنسرين، فلما صارت الشام دقيقا أبيض منخولة وعسلا سائغا عزله. اصبر أيها الأمير، فإنها الفتنة. أما وابن الخطاب حي فلا. عزلك لخالد بن الوليد مرة أخرى. إني لم أعزله عن سخطة أو خيانة. هذا ما قلته المرة الأولى وتقوله الآن، ثم لا يمنعك هذا من عزله. إني أمرته أن يحبس المال عن ضعفة الناس، فأعطى ذا الشرف واللسان، وليس هذا عهدي إليه. وإنه والله علي لكريم وإلي لحبيب، ولن يعاتبني فيه أحد بعد اليوم على شيء. والله ما أعذرت يا عمر، ولقد نزعت سيدا من بني مخزوم استعمله رسول الله، وأغمدت سيفا صله الله، ووضعت أمرا نصبه رسول الله، ولم ترعى حق الرحم في أخوالك بني مخزوم. ذلك أدعى لأن يعلم الناس أني أسوسهم بالسوية، أما حق الرحم فمن خاصة نفسي لا من عمل المسلمين وإمارة المؤمنين. ولقد أكثرت على أمير المؤمنين أيها الفتى. لا بأس، إنه قريب القرابة من أبي سليمان وحديث السن يغضب لابن عمه. هذه عاصمة ملككم؟ ألم نقل لك ما هو بملك؟ إنما هو أمير المؤمنين الخليفة. هؤلاء أصحاب رسول الله ووزراء أمير المؤمنين. من؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
رسول ملك الروم بعث به من القسطنطينية مسالما مستعهدا يسفر له عند أمير المؤمنين ويطلب سلمه وينظر أحواله ويشهد أفعاله. ولكن أين أميركم؟ عمر، ألا تأخذونني إليه؟ هذا هو؟ نعم، أمير المؤمنين عمر. سفير ملك الروم إليك يا أمير المؤمنين، قد جاءك بالسلام والمودة. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام. دونكم فاجلسوا. قد أذهلني ما أرى عن كل قول. دخلت وأنا أتساءل، أمن هنا خرجت تلك الجيوش التي غلبتنا على بلاد الشام؟ والآن تحولت الدهشة خشوعا، والحيرة يقينا، والجهالة علما. لا أتحدث بلسان أحد إلا لساني، ولا أنطق عن صدر أحد إلا صدري. وقديما طلب الإنسان الحكمة وأضله الهوى، وقد يتعلم الرجل من خصمه ما لا يتعلمه من صديقه. بلى، رجل دوخ الملوك وأعيا الجيوش، لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حالته؟ ولكن ما العجب، جار الملوك واستبدوا، فلا يزال أحدهم ساهرا خائفا يترقب. وأنت أيها الخليفة، هل لي أن أقول يا عمر؟ أنت يا عمر عدلت فأمنت فنمت. ما أعجلكم إلي وكان موعدنا دمشق على أن نسير منها إلى أحياء الشام ومدنها، نتفقد أحوال الناس. إن الأرض سقيمة يا أمير المؤمنين، الطاعون بدأ في عمواس من أرض فلسطين ثم فشى في البلاد وكثر الموت، فرأى أصحابي أن نوافيك عند سرع فنخبرك بالبلاء لنرى رأيك، تدخل أم ترجع إلى مدينة رسول الله؟ فشاور ثم افعل ما ترى. أما أنا فعلى رأي الدخول، خرجت لوجه الله تريد فيه الله ومن عنده، وما نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك. بل ارجع بالناس يا أمير المؤمنين، فإنه بلاء وفناء. ما نرى أن تقدم على هذا البلاء حتى يرفعه الله. نرجع إن شاء الله.
أفرارا من قدر الله يا عمر؟ لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة. نعم، فرارا من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله؟ هديت الرشدة، وإن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. الحمد لله، قطعت الشك باليقين. قوموا يرحمكم الله. لا بأس عليك يا أبا يزيد، لعله استبراء من كل ذنب وطهارة من كل سوء، وإنها آجال مقضية، فما بعد هذه إلا جوار خير من جوارنا وصحبة خير من صحبتنا. غفر الله لك يا أبتي، ولعل الله أن يجمعنا في الجنة على سرور متقابلين. أحسن الله عزاءك وعزاءنا فيه يا أبا جندل، فلله ما أخذ ولله ما أعطى. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كتاب عمر.
يقول إنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة مزهة. أما والله قد أصاب الحق، فقد سمعت بعض ذلك من حكماء بيت المقدس. إن الأمر يحتاج إلى تدبير، إخراج الناس إلى الجبال يقتضي تدبير مبيتهم وطعامهم وشرابهم، ولكن إن أبقاني الله لا أفعلن. أترى ما هو فيه من الضعف والوهن؟ أبلى جسمه في عيادة المرضى ومواساة الناس بنفسي. أرجو الله أن يكون كما قلت. دع هذا وعد إلى أهلك ولا ترجع حتى أرسل في طلبك. أذهب الباس رب الناس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قد ترون ما أنا فيه، وأني موصيكم بوصية، فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وتحابوا واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تهلككم الدنيا، فإن امرئا لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرعي هذا الذي تراه.
أحسن الله عزاءنا وعزاءك في أبي عبيدة. والله ما فجعنا بمثله منذ أن توفي الصديق. كان من أبرأ الناس صدرا وأبعدهم عن الغائلة وأنصحهم للعامة وأشدهم تحنثا وشفقة. رحمه الله. وما صنع عمرو بن العاص وقد صار إليه أمر الشام؟ ما كنت قد أمرت به أبا عبيدة أن يرتفع بالناس إلى الجبال، فلعل الله يرفع عنهم هذا البلاء. اجتهدوا بالدعاء. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. بعد أن أظفرنا الله بالروم في الفرمة وبلبيسة وأم دنين وحصن بابليون، دانت لنا البلدان في تلك النواحي، ولم نجد من قبط مصر في سيرنا حربا، فما فتح الله علينا من تلك البلدان صالحنا أهلها بالأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم وكنائسهم وصلبانهم. ولما رأوا أن لا نكرههم على شيء من دينهم رضوا منا ما لم يرضوا من الروم، وأعاننا قوم منهم على الرومي فدلونا على الطرق وعورات العدو وحصونه. فلما فتح الله علينا هذا كله انفتحت لنا الطريق إلى مدينتهم العظمى وحاضرة ملكهم الإسكندرية، فسرنا إليها فما رأى المسلمون مدينة مثلها قط. لله در بن العاص يقاتل بالقول والتدبير، وغيره يقاتل بالسيف. والله إن حربه للينة، ما لها سطوة ولا ثورة كثورات الحروب من غيره. هذا وأن أهل مصر كما علمنا قد نقموا على الروم، فلا يرجون إلا الخلاص منهم، والروم هناك هم أهل السلاح دون أقباط مصر، فما كان عمرو ليجد حربا من غير الحاميات الرومية. وقد وهنت قلوب الروم في مصر بعد أن خسروا الشام، فلم يعد لهم ظهير منها. كأنكم تهونون من عمل عمرو. معاذ الله، ولكن أعظم النصر ما قلت كلفته من دم الفريقين، فليست الغاية أن ندفع المسلمين إلى الهلكة ولا أن نبطش جبارين في الأرض، فإن انغلبنا بذلك فلا يدخل الناس في أمرنا إلا على دخن في النفوس وعلى حقد مقيم، فلا يستقيمون لنا أبدا. وإنما خرجنا بدعوة الإسلام لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح الإسكندرية، فقد دخلتم مصر منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم. وأن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتكم. فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم، ورغبهم في الصبر والنية، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة.
فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله يسألونه النصر على عدوهم. الحكمة، هذه مدينة الحكمة والدين، العقل والقلب، المادة والروح، الدين والدنيا. حري بنا أن نكون أمناء على تراثها العظيم. حكموا عقولكم واستشيروا قلوبكم. يقولون شاخ مقوقس وخارت عزيمته، ويريد أن يفرط بالمدينة، بل يزيد بعضهم ويتهمني في ديني وإيماني، يقول يمالئ المسلمين. منذ جاءه كتاب نبيهم فأحسن الرد وأهدى إليه. نعم فعلت، لا لأني أمالئ المسلمين ولا لضعف في عقيدتي، ولكن نعم لأن الحكمة التي نهلت منها في هذه المدينة والروح التي تلامس قلبي كلاهما أخبراني أن من أملى ذلك الكتاب قد جاء بنبأ عظيم يؤمن به إيمان الرسل من قبله. وكيف يرجو عاقل فينا أن تبقى الإسكندرية وحدها خارج سلطانهم؟ وما هي حتى يستولوا على مدن الساحل فتنقطع عنا الميرة عن طريق البحر؟ فأين نذهب عندئذ؟ وهذه القسطنطينية قد انقطع المدد منها وأسلمتنا إلى مصيرنا، ولم يبقى خيار إلا الصلح على الأمان، وإلا فاخرجوا إليهم فقاتلوهم، فإما أفنيتموهم إن استطعتم أو أفنوكم. أما أن تقولوا لا نقاتل ولا نصالح فما ذاك إلا الموت البطيء والاحتضار الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلوبهم وبرهم وبحرهم. وعلى من أمضى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين. أيها الناس،
أنا رسول عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين، أبشركم أن الله فتح علينا الإسكندرية. دخلت مصر في أمر المسلمين، والحمد لله أولا وآخرا. لا بأس عليك يا أبا سليمان، وعكة زائلة إن شاء الله. يا أبا الدرداء، لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. وأنا والله أرى ذلك. قد وجدت عليه في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرضي هذا، وحضرني من الله حاضر، عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل، وما فعل معي شيئا إلا فعل مثله مع أهل السابقة والقديم. قاسمني مالي ورده إلى مال المسلمين، وفعل مثله بغيري من أهل السابقة وممن شهد بدرا، وكان يغلظ علي، وكانت غلظته على غيري نحوا من غلظته علي، وكنت أدل عليه بقرابتي، فرأيته لا يبالي قريبا ولا لوم لائم في غير الله. عزلني، ثم بلغني أنه عزل من هو خير مني، خال رسول الله سعد بن أبي وقاص، فذلك الذي أذهب عني ما كنت أجد عليه، وما اختلفنا إلا على الرأي والنظر، ولكل وجهته وعلته. إذا مت فأبلغ أمير المؤمنين أني جعلت وصيتي وتركتي وبناتي وإنفاذ عهدي إليه. أوقفوني، أوقفوني. ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله. ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين، بتها وأنا متمترس والسماء تنهل علي، وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار. لقد شهدت كذا وكذا زحفة، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح. وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وإياه كما قال شاعر، لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق، كان والله سدادا لنحور العدو، ميمونا نقيبة،
رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، ولقد مات فقيدة وعاش حميدة، ولقد رأيت الدهر لا يقيل أحدا. رحم الله أبا بكر، رحم الله أبا بكر. كان أعلم مني بالرجال. أمير المؤمنين خرج من بيته. أين نجده؟ جلس في المسجد لوفد نقدم عليه من الكوفة، فالتمسوه هناك. أين عمر؟ لا ترفعوا أصواتكم. أين حرسه وحجابه عنه؟ ليس له حارس ولا حاجب ولا إيوان. فينبغي أن يكون نبيا. بل يعمل عمل الأنبياء. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام. أعوذ بالله من النار. هذا الهرمزان أمير تسترة والأهواز، قد أظفرنا الله به بعد أن لقينا منه ومن جنده بلاء عظيمة، حتى فتح الله علينا تستر فاعتصم في قلعتها، وقد سلم لنا جيشه وفرغنا من القتال. فلما اقتربنا من القلعة وقد صرنا بين خندق الماء والقلعة في مكان ضيق، أخذ يرمي من يقترب منها، وقد بلغك مقتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور رحمهما الله، فهو الذي أصابهما. ثم صاح بنا: قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم، ومعي في جعبتي 100 نشابة، والذي يحلف به ما تصلون إلي ما دام معي نشابة، وما يقع لي سهل، وما خير إساري إذا أصبت منكم أعدادا بين قتيل وجريح. فماذا كان يريد؟ أن أضع يدي في أيديكم على حكم خليفتكم، يصنع بي ما شاء. فها هو بين يديك يا أمير المؤمنين، فكلمه وأنزله على حكمك. لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. يا هرمزان، كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ يا عمر، غلبناكم قبل إسلامكم، إذ لم يكن الله معنا ولا معكم، فلما كان الله معكم غلبتمونا. إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا، والآن ما عذرك وما حاجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ تصالح ثم تغدر، وما سلمت حتى قتلت نفرا من خيرة المسلمين وأصحاب رسول الله، وإني قاتلك بهم. قد جف حلقي، فهل من ماء؟
ما بال يدك ترتجف بالقدح؟ الخوف يا أمير المؤمنين. هل أنت قاتل قبل أن أشرب هذا الماء ثم أخبرك بعذري وحجتي؟ لا بأس عليك حتى تشربه. أعيد عليه ولا تجمع عليه القتل والعطش. لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأمن به. إني قاتلك. قد آمنتني. كذبت. بل صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنت. ويحك يا أنس، إنه قاتل أخيك البراء وأصحابه. أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأه. شهادة الحق يا أمير المؤمنين، لا شهادة الموتور. نعم، قلت لا بأس عليك حتى تشرب، وما شرب. خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم. أما والله لقد حدثتني نفسي بالإسلام قبل هذا، وقد رأيت من جندكم ما رأيت في القادسية وفي تستر وسواهما، وعلمت أنكم لم تنتصروا علينا بالعدد والعدة، وأن خالق الكون يصنع ما يشاء بخلقه، وقد فضلكم علينا بنصره لكم. ولكني كنت شريفا وأميرا في قومي، وكنت أذكر ما كنا عليه من عظمة الملك والغلبة عليكم، فيثقل الأمر علي ويغلب علي الغيظ والحقد والغضب لنفسي وقومي، فأليت أن أحاربكم حتى ترتفع عني التهمة وأستوفي عذري لنفسي وقومي. والآن لم يعد ورائي شيء من ذلك كله. انقضى ما بقي من ملك فارس بعد تستر ونهاوند، وأقبل كثير من قومي على الإسلام، وما هي حتى يلحق بهم آخرهم، ويقول قائلهم ذهب ملك الأكاسرة القديم وبقي الفرس، إلا أنهم غير فرس الأكاسرة، إنما هم فرس الإسلام كما كان العرب قبل الإسلام، عرب الوثن والجاهلية كما تسمونها، ثم ذهب الوثن وبقي العرب، إلا أنهم العرب المسلمون، فلم لا أسلم؟ بل أسلم. وتقيم معنا في المدينة ونجري لك نفقة تكفيك، ولكنها لا تبلغ بك بعض ما كنت فيه من السرف. ما حاجتي للسرف وقد ذهبت أسباب؟ علموا أخاكم الإسلام. ما رأيتك اليوم رجل قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني من القتل. بمثل هذا أسلم الناس. أين أجد الخليفة عمر؟ هناك في المسجد. هذه هيئة قبط مصر. الخليفة، أيكم هو؟ ما حملك على السفر إلينا؟ عائذ بك أيها الخليفة. استعذت بمعاذ ولذت بملاذ، فاجلس وتحدث. أجرينا الخيل في مصر، وكان فيها فرسي وفرس محمد بن عمرو بن العاص واليك على مصر، فلما سبق فرسي وشهدها الناس
نازعني محمد بن عمرو، ثم قام يضربني بالصوت ويقول: خذها ونبن الأكرمين. فأبيت إلا أن آتيك بنفسي لتنصفني منه، فإن أباه الأمير ولا آمن أن يميل إلى ولده، وأنت الولي الذي تسامعنا بعدله، وأنا بعد في ذمة نبيكم وذمتك وذمة المؤمنين. أقم عندنا حتى يأتيك. ما أحدثت حتى يأمرني أمير المؤمنين أن أخدم عليه بك؟ هل جنيت جناية لا أعلمها؟ لا. فما بال عمر يكتب فيك؟ أين المصري؟ ها أنا ذا. دونك الدرة، فاضرب بها ابن الأكرمين. اضرب 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 ابن الأكرمين. هل استوفيت؟ استوفيت واشتفيت. أجلها الآن على رأس عمر، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. يا أمير المؤمنين، قد انتصفت لنفسي وضربت من ضربني، ولا حاجة لي بغير ذلك. أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قد أغلظت لي يا أمير المؤمنين، ألا تخشى أن يجرؤ الناس على أمرائهم؟ إذا كانت جرأتهم في الحق فذلك ما نريد. يا عمر، ليست هيبة الحكم في ترويع الناس، ولكن في تأمينهم وكف الظالم وأخذ الحق للضعيف، فيرتدع القوي ويأمن الضعيف، ويعتصم الناس بالدولة بدلا من أن يعتصموا منها، ويحفظون أميرهم القوي العادل لحفظ أنفسهم به، وليس وراء ذلك إلا ضياع الحاكم والمحكوم معا.
كنت قد عزمت أن أكتب إليك في التوغل غرب برقة وطرابلس بعد أن فتحهم الله، حتى أتاني كتابك بالقدوم إليك، فما ترى؟ لا تفعل، قد علمت أني أخشى تباعد الديار وقد اتسعت بلاد الإسلام، والأولى الآن أن نصرف الجهد في رعاية أحوال الناس وحفظ البلاد والثغور، حتى إذا كثر الداخلون في الإسلام من أهل تلك الديار وتمكن في نفوسهم كانوا معنا على فتح ما يليهم، فلا تزد الحملة حتى يقوى الظهر على قدره. أليس هذا المغيرة بن شعبة؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما قدومك من مصر يا عمرو؟ عزلك أمير المؤمنين؟ إذا حساب في شكوى، أرى ذلك في وجه عمرو. لا بأس يا عمرو، عزاؤك في غيرك، ومن ساواك بنفسه وبغيره فما ظلمك. وما يزال عمال أمير المؤمنين إذا عملوا أو قالوا يتلفتون يمنة ويسرة، يخشون عينا لأمير المؤمنين ترى إفراطا أو تفريطا. فيروز أبو لؤلؤة أسر في نهاوند فيمن أسر من جند العجم، ثم دخل في ولائه، فلما قدمت المدينة جئت به معي، يعمل لي في صنع الرحى على 4 دراهم من غلة يومه، وله ما يبقى، ولن تجد من يصنع الرحى مثله، وهو بعد حداد ونقاش ونجار، وقد وهب يدا صنعا. سيد الهرمزان العظيم، مات سيدا يا أحد، ذهبت تلك الأيام، هل نسيت أين نحن الآن؟ ليتني أنسى يا سيدي، ولكني لا أستطيع، فكلما خرجت من بيتي ونظرت يمينا وشمالا هاج حزني واشتعلت النار في صدري، وكأن النار التي أطفأها المسلمون في معابدنا تنبعث في عقلي وقلبي وروحي. ويحك، ألم تسلم؟ سلمت ولم أسلم، وليتني قتلت في حرب نهوان قبل أن يصير أمري إلى هذا. على أن نار المعابد في فارس لم يطفئها العرب، فإنهم لا يكرهون الناس على دينهم، ولكن من أسلم من قومنا ومن يسلم هؤلاء من لولا انتصار العرب ودخول فارس في طاعتهم لما أقبل قومنا على الإسلام، وأخذوا يطفئون نار المجوس المقدسة بأيديهم. كما أن العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان هم الذين حطموها بأيديهم إذ دخلوا في الإسلام. سيدي، لم أكن أكثر التردد على معابدنا، ولم أكن أعبأ بالدين كثيرا حتى ذهب ملك فارس، فرأيت أن اطفاء النار المقدسة علامة اطفاء ملكنا القديم. واعذرني يا سيدي، أنا لم أكن غير جندي في جيش نهوند، أما أنت القائد العظيم الهرمزان سيد تسطر والأهواز، كيف طابت نفسك بالإسلام؟ إنك لتقول قولا خطيرا يا فيروز، هل تدرك ذلك؟ ما كنت لأقوله أمام أحد سواك يا سيدي، ولكني ما زلت أضمره في قلبي ولا أجد من أفيض به عنده حتى احترق كبدي. وكلما نظرت إلى هؤلاء العرب لم أملك إلا أن أقارن الأمس باليوم، الحفاة العراة أهل الإبل الذين كان ملوكهم في الحيرة خدما لملوكنا قد دخلنا اليوم في ولائهم، فيقال هذا فيروز أبو لؤلؤة مولى المغيرة بن شعبة. وتلك الأيام داولها بين الناس، هكذا في القرآن، فليكن، دالت لهم الآن
فلعلها تدول لنا من جديد. على ما ذكرت من النار التي تتأجج في صدرك، فأنت في راحة أكثر مني. تنام على جنب واحد، أما أنا فأنقلب على جنبي، لا أريح على هذا ولا على ذاك، وقد انشطرت نفسي الشطرين، وكل منهما ينازع الآخر ويدافعه. نعم، أسلمت، وأني لأعلم أنه الحق من عند الله، وهذا أحد الشطرين. ثم أذكر عز قومي الغارب وما صرت إليه في هذه البلدة، فيغالبني الحزن والغضب والكره، وهو الشطر الآخر. رضيت بالإسلام ولم أرض بحكم العرب الذين حملوه إلينا، فكيف يصنع الرجل يحب الرسالة التي أنزلت للناس كافة ويبغض حاملها إليه؟ هذا الذي أقوله. اخرج أيها الرجل، لا تعين الشيطان علي، ولا تنكع علي جرحا أحاول أن أواسيه. لست سيدك ولست سيد أحد. اخرج اخرج. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي منها فأنسى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني غير مضيع ولا غفور. هنا يا أمير المؤمنين؟ ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ الشكر لله على النعمة، والخشية من الفتنة. لا إله إلا الله العلي العظيم، المعطي ما شاء لمن شاء. لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي، وكان فظا غليظا يتعبني إذا عملت، ويضربني إذا قصرت. والآن أمسيت ليس بيني وبين الله أحدا. نرجع إلى المدينة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أين تذهب يا أمير؟ بعير فر من إبل الصدقة أطلبه. وجدت بعيرك؟ أتعبت الخلفاء من بعدك يا أمير المؤمنين. يا أبا الحسن لا تلومني، فولدي بعث محمدا بالحق. لو أن شاة أخذت بشاطئ العراق لخشيت أن يؤخذ بها عمر يوم القيامة، ولو أن بغلة عثرت بأرض العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر لو لم أمهد لها الطريق. ألا وعينك؟ أوشكت أن أفرغ. جئت لترى رأيي فيه أم لتبيعني إياه؟ فلا حاجة ليس للبيع. فما حاجتك إلي؟ حاجة الرجل إلى السلاح. حاجة السلاح في غير هذا الموضع، بل في كل موضع وحين. ألم تخرج سيوف العرب إلى فارس من هذا المكان؟ وأهل السلاح يعملون بأمر أميرهم، وهنا أميرهم. وهو أميرك وأميري الآن. أمري إلى نفسي وإليك إن شئت. قلت لك لست سيدا لأحد. لك أن تستغني عن السيادة ما تشاء، ولي أن أتخذ من أشاء سيدا لي، وأنت عندي ما تزال سيدي. أرني. ما بالك؟ ألا تحب أن أتلمسه وأنظر إليه؟ بل أظن بك أن يصيبك منه أذى. ويحك، ألا أحسن حمل السكين وأنا من كنت في جيوش الفرس؟ أما والله لقد غمسته بالسم. ما الذي تضمر أيها الرجل؟ اذهب عني، اذهب عني. أنا لم أرى شيئا ولم أسمع شيئا. لم أرى شيئا ولم أسمع شيئا. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم يرحمكم الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها اللعين، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل صحيح الإسلام، قاتله الله، شكى إلي أن المغيرة قد أثقل عليه غلته، فأمرت به معروفا. يا عبد الله ابن عمر، ها أنا ذا يا أبتي، ها أنا ذا. لا تجزع ولا تكن خوارا، سألت الشهادة في مدينة رسول الله وأعطيتها. امضي إلى أم المؤمنين عائشة وقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. لا بأس عليك، لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، وجزاك الله خيرا، لقد كان إسلامك عزا ولقد ملأت الأرض عدلا. المغرور من غره عمله. لقد صحبت رسول الله وهو علي راض، وصحبت أبا بكر فسمعت وأطعت، وتوفي أبو بكر وأنا سامع ومطيع، وما أصبحت أخاف على نفسي إلا إمارتكم هذه. وددت لو خرجت منها كفافة، لا علي ولا لي، والآن لا يذهلني ما أنا فيه عن أمر المسلمين،
والولاية من بعدي حتى لا يختلف الناس. أدلك عليه يا أمير المؤمنين، استخلف ولدك عبد الله بن عمر. قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا. لا أرب لنا في أموركم، وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي. إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد. أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافة لا وزر ولا أجر. إني إذن لسعيد، ولكني جعلتها شورى في ستة مات رسول الله وهو عنهم راض: عثمان الحمد لله وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فليجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا، ثم يختاروا منهم رجلا وأحلوهم في ذلك ثلاثة أيام، فلا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. أيما رجل منكم أولي هذا الأمر فليتق الله ولا يحمل قومه على رقاب المسلمين. أوصيه بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم سابقتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا، فيقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء العدو وجبات الفيء. وأوصيه بأهل البادية خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. وأوصيه بأهل الذمة خيرا، أن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم. وأناشدكم الله إلا ترحمتم على جماعة المسلمين أجللتم كبيرهم ورحمتم صغيرهم وقرتم عالمهم، ولا تضربوهم فيذلوا، ولا تستأثروا عليهم بالفيء فيغضبوا، ولا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء منكم، ولا تغلقوا أبوابكم دون الناس فيأكل قويهم ضعيفهم. هذه وصيتي إلى من يخلفني، وأشهد الله عليه.